سلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي اموركم تمام؟ كنتمنى كلشي يكون مزيان وفي امان الله. ان شاء الله كلشي غادي يدوز المرحله وتعدي فيروس، وبحالو بحال اي مرض، بحالو بحال اي فيروس. فالواحد يدير احتياطاته كيف ما كنقول لكم، يحاول يقي نفسه بالاكل الصحي وبكلشي يكون مزيان. الفيديو بديتو معاكم، نشارك معكم البنات هذه الوصفه اللي كنحتاجوها: الباديان والقرنفل والبصل الاحمر. ما تصدقوش البنات هذه الوصفه شحال خطيره، كتحارب جميع الفيروسات ماشي كورونا. عندك بلغم، عندك شي حاجه في الكحبه عامره، عندك شي مشاكل في الصدر، في التنفس، كتقوي المناعه، خطيره. جربوها عن تجربه البنات هذه الوصفه، وكنتمنى ان تبارطاجيو الفيديو ما امكن باش تعم الفائده، لان بزاف الناس كيعانيوا حاليا من انتشارات الكورونا. اكثر كاينين بزاف الناس ما كيبغيوش يذكروا اسم الكورونا في اليوتيوب، كيخافوا على الارباح. انا ما كيهمنيش، لان باش نفيدوا الوصفه خاصكم نقول لكم راها مفيده للفيروس كورونا بالذات بالخصوص. فكنحتاجوا البصل طبعا كميه على حسب شحال ديال الاشخاص غادي يشربوا. كنحتاجوا بصل احمر. حاولت انني ننتقل الفيديو في هذه المرحله باش اللي ما عارفش هذيك الباديان يعرفها. والقرنفل راه باين هو المسمار بال عند الدول العربيه كيقولوا لي مسمار وقيلا، اولا زهره المسمار اولا شي حاجه بحال هكا. المهم راه الصوره باينه فيه. ندوزو للطريقه كيفاش تصاوبوا هذه الوصفه. كتقطعوا البصله حمراء، حاولوا تختاروا البصل الاحمر يفضل. كتقطعوها بالطريقه هذه، غير قطعوها كيف ما بغيتوا حيت في الاخر كلشي غيتطحن. هنا قطعناها كيف ما شفتوا معايا. غادي ناخذوا كوكوط اللي غادي يطيب فيها هادشي، اولا حله اولا شي كاسرون كنديروا فيها الماء. الماء البنات خذوا على حسب شحال من زلافه ولا شحال من كاس غادي يشربوا الشخص. مثلا عندك جوج اشخاص اللي غايشربوا، جيلي جوج زلايف جوج كيسان، شوفوا واش انت غتشربين في زلافه ولا في كاس. عندك ثلاثه كديري ثلاثه باش كتجيكم هي هذيك وكتبقى حاره، حيت داك الجهد ديال البصله ودوك القرنفل والباديان خاصك تحسي بهم كيحرقوك في حلوقك ولا باش الحلق ديالك اولا في صدرك، باش تكون الوصفه ناجحه. الا كتحسيتي بها حرقاتك عوديها ونقصي كميه الماء. هنا كيف ما شفتوا درنا سبعه الحبات قرنفل، سبعه من لاباديان، واربعه الحبات كبار ديال البصل الاحمر، وسدينا عليهم في الكوكوط واحد 20 دقيقه هكاك وطفيو 20 دقيقه، حيت البصل هو اللي كنحتاجو انه يطيب. انا يفضل نديرها كاع اقل من 20 دقيقه، يعني نديرها 15 دقيقه ونطفي عليها باش تبقى الجهد في البصله. كل ما كان الجهد مزيان تكون حسن. هنا بعد ما حلينا الكوكوط، البنات هاد الوصفه يفضل ديروها في ديك الساعه وتتناولوها في ديك الساعه. كنحيدو دابا داك القرنفل وديك الباديان وداكشي دائما معلقه ديال الخشب في الوصفات باش ما تكسد لينا حتى شي حاجه، معلقه خشب اولا بلاستيك. صافي حيدنا هنايا دوك القرنفل وديك الباديان، درتهم في مولينكس، وهنايا كيف كتشوفوا غادي نخلطهم حتى تطحن مزيان. راه كتجي بحال السوب عاديه، ما كتكونش فيها شي مذاق اللي تقولي ما زوينش ولا هذا. ما كديروا لا ملحه، ما كديروا حتى شي تتبيله، ما كديروا والو، كديروا فقط زيت الزيتون. الا بغيتوا ديروا زيت الزيتون، ما بغيتوش راه هكاك شربوها مزيانه. هنا غنطحنها مزيان مزيان حتى تطحن البصله ويولي عندي سوب خليط يعني متجانس هكا، ما فيهش حتى شي تكتلات ولا شي حاجه. المهم راه كما قلت لكم ما فيهاش شي مذاق اللي خايب. صافي رجعت الكوكوط، رجعت الكوكوط طبعا كيف كتشوفوا اللون ديالها راه كيتاكسد، لان البصل راكم عارفين الفوائد اللي فيه. فطول بال ديروا شي كوكوط ولا شي حاجه ما كتستعملوهاش بزاف، ولا غسلوها من بعد وصافي. كترجعوا داك الشيء كتعاودوا تسخنوه، الا كان برد كتعاودوا تسخنوه. ضروري تشربوها سخونه باش تعرقكم تعرقوا، وحتى تبغيو تنعسوا عاد تشربوا هاد الخليط، ما تشربوش بنهار وتبقاو تضروا البرد. شربوه صافي حتى عارفه راسك غتدخلي لفراشك وغتنعسي. صافي تغطي مزيان باش تعرقي، باش داك العرق يخرج، هذوك السموم ودوك الامراض ودوك الفيروسات اللي تيكونوا تيخرجوا مع العرق. عاودي تشربيها ثلاثه المرات اولا يوميا حتى تحسي براسك مزيان. راه كترجع حاسه الشم ولا الذوق، وكتقوي المناعه، وكتحيد لك الفيروسات كاملين اللي كاينين حاليا، وكتساعد الجهاز ديال التنفس ديالك انه كيرجع يخدم مزيان الا كانت عندك ضيق التنفس. وشنو اخر كما قلت لكم مفيده بزاف، راه البصل باين عارفين كلشي الفوائد اللي فيه، والقرنفل كذلك. وهنا كما كتشوفوا معايا صافي ها هي حطيتها في الزليف اللي كما قلت لكم بغيتو تشربوها مع الزيت زيتون، وهذاك ما بغيتوش تشربوها هكاك راه مزيانه. في البنات هنايا غادي نسالي معكم الفيديو، كنتمنى تبارطاجيو الفيديو حاليا مع الناس اللي عندهم هاد المشاكل اولا مع صحابكم والعائله باش تعمل فائده وكلشي يجرب هاد الوصفات. واخا ما تحسيش بالاعراض ديال كورونا ديريها وشربيها باش ديري وقايه للجسم ديالك وتقوي مناعتك. وصافي نشوفكم في الفيديو الجاي، تهلاو فراسكم، باي باي.